بالجاسم حسن عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة وعضو جبهة الخلاص الوطني. احنا اليوم يوم 15 اكتوبر 2023 عندنا مسيرة وطنية تاع التضامن ومساندة ودعم كامل لشعبنا العربي الفلسطيني الأبي، تضامنا مع أبطالنا في غزة دفاعا عن فلسطين، عن الأقصى، عن القدس، عن الكرامة، عن الأرض، عن الحقوق الكاملة لشعبنا الفلسطيني البطل اللي كل مرة يؤكد أنه لن يموت وأن قضيته لن تصفى ولن تزول، مثل طائر الفينيق يقوم من رماده، شعب أبي حر يدافع على حقه، الحق معه، هو مؤمن بقضيته، يقدم فيها في أرواحه وفي دمائه وفي أبنائه وفي شيوخه وفي نسائه، مش اعتباطا، لأنه يؤمن أن الحرية عندها ثمن، أن هناك تضحية لابد منها، ولكن النصر قريب بحول الله ونصر آت بحول الله، لأنهم يدافعون على أرضهم، على منزلهم، على عائلاتهم، على أولادهم، على فلسطين اللي هي يعني فلسطين للشعب الفلسطيني. وهؤلاء القادمين من مناطق شتى من العالم هم يعرفون جيدا أنهم محتلين ومغتصبين للأرض وللحق. احنا هنا في تونس يعني ملتزمين بالتضامن، وهو الحد الأدنى، هذا التظاهر اللي نعملوه، هذه المسيرة هي الحد الأدنى الممكن بالنسبة لنا المتاح، ولكننا ندعو كل الدول العربية، كل الدول العربية بلا استثناء، أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله وفي هذه الملحمة التي يخوضها أبناء غزة، وتنديدا بهذه الجرائم البشعة التي يقوم بها الكيان الغاصب الغاشم المحتل المجرم الإرهابي الذي قام بكل شيء ويدعي العكس تماما، يجعل روحه ضحية ويجعل روحه منها هو المستهدف، في حين هو أكثر من أنه محتل الأرض، وأن هذه المقاومة تدافع على حقها في الحقيقة، وهو يتهمه بالإرهاب. النصر آت بحول الله للغزة ولفلسطين وللقدس.